سبق لك شاركت في مهرجانات يعني كثيرة في دول وطنية وعربية، كيف ترى مهرجان أصوات نسائية وسط هذه المهرجانات من حيث القيمة للفنانات اللي كيشاركوا في هذا المهرجان هذا؟ وسؤالي غير واحد، غير واحد، لماذا التركيز في أغانيك على الكلمات الحزينة ذات البعد الرومانسي؟ عشان انا شويه. طب نرجع بقى للسؤال الاولاني كان ايه؟ يعني هو كيف جاءت شركه امل ماهر؟ الاستاذ محمود لمسيفر كلمني، الاستاذ محمود لمسيفر انا بكنيله بكل حب وتقدير على مستوى الانساني والشخصي وعلى المستوى المهني كمان والفني. وجه لي الدعوة، ما فكرتش ما ترددتش، يعني قلت له انا معاك طبعا لحبي في الشخص نفسه والحبي ان انا نفسي اكون متواجده بشكل دائم قدام الجمهور المغربي. يعني والسؤال الثاني هو كيف سبق لك وشاركت في مهرجان ثاني كنت تشوف مهرجان اصوات نسائيه؟ يمكن الفكره فيه بس الفكره اللي احنا كنا لسه متكلمين فيها من شويه ان هو بس مهرجان نسائي فقط، الفكره جديده بالروحة. سمعت عليه طبعا كتير جدا، سمعته كبيره طبعا، يعني من اهم المهرجانات زيه زي مهرجان موازين في الاهميه وفي النجاح وفي الشهره بتاعته. انا فخوره جدا ان انا موجوده فيه ولسه هكتشف فيه كمان بقى حاجات المغني ان شاء الله. واحنا فخورين. الله يخليكي. في تطوان؟ هي اسمها تطوان مش انا بقولها غلط، تطوان معروفه هي معروفه باسم الحمامه، هي فعلا انا حاساها كده، انا حاسه ان انا دخلت حاجه من الجنه الصراحه، جنه الجبال البحر الطريق، انا الطريق يعني لي حاجات كتير يعني دايما والله بجد، يعني حتى في مصر بيبقى في طرق معينه كده كل ما بمشي عليها الواحد بيقعد يفتكر حاجات. ف وانا جايه امبارح لان الطريق كان طويل قوي يعني 5 ساعات، ف يعني تذكرت حاجات كتير جت في بالي، حسيت ان انا مش يعني ماشيه في مكان فعلا في اسبانيا مثلا في اوروبا، فعلا جميله فعلا جميله البلد مبختة بيك وانتم مبخاتين بالبلد بجد. مرحبا بالفنانة أمل ماهر في بلد هرتان المغرب وسفيرة الطرب والأغنية الأصيلة في العالم العربي. كمتتبعين فنانة سميرة بن سعيد، فنانة سميرة سعيد، جميع لقاءاتها وجميع تجاوباتها تشيد صوت الفنانة أمل ماهر. لا يفوت لقاء إلا وأمل ماهر موجودة في الكلام ولا في الحوار الفنانة سميرة سعيد. وكمتتبعين من أمل ماهر نلاحظ روح في أغانيها مأخوذة من الفنانة سميرة سعيد. سؤالي، ما هو إلى مدى تأثير الفنانة سميرة سعيد على ستيل الفنانة أمل ماهر؟ وهل هناك علاقة تجمع بين الفنانة أمل ماهر والمطربة سميرة سعيد؟ أنا بشكرك طبعا إن أنت ذكرت الفنانة سميرة سعيد لأنها من أحب البني آدمين قبل الفنانين لقلبي، لأن هي فنانة كبيرة طبعا مش مستنية شهادتي فيها. الفنانة سميرة كلمتني بعد الألبوم بتاعي وهنتني وأنا بحبها أوي، بحبها بجد، يعني فنانة صادقة، فنانة بيضة شفافة جدا من جوه. لو كانت زي ما أنت بتقول مثلا أنا في روح طبعا سميرة سعيد أي واحد يتمنى
ان هو يبقى متاثر بيها، لان هي اثرت